مرحبا جميعا، كيف حالكم؟ يعطيكم العافية. في قمة سعادتي لأنه فتح لنا في قطر ليت لي مطعم أنا كثير بحبه، واتساب دوك. وهلا كنت ماكل واتساب دوك الفيلم يعني سمايل تو ذا كاميرا جايز. المهم اللي بحب واتساب دوك هي بالسد بالنصر، عفوا شارع النصر جهة بيتزا هت مقابل بيتزا هت وجنب التي تايم. anyways اللي بدي احكي لك اياه اليوم يا معلم قصة ابو الجواسر. بدي احكي لك قصة وراح احطها I think في فيديوهات وظفك. انا قبضت نص الشهر اللي انا داومته على دفعتين، الشهر اللي بعده ما نزل الراتب لحد ما انا تركت ما وقع عقد. مرحبا جميعا، يعطيكم العافيه. هذا الفيديو مش عارف صراحه احطه بالسيريز وظفك ولا احطه بالسيريز نو مور. هاي على الجهتين يو ويل نو مور، وعلى الجهتين بعد ما تعرف القصه راح تحكي وات ذا فاك. المهم هذا يا سيدي العزيز، هذه القصة كان يا مكان مش في قديم الزمان بالمرة، هو بالوقت الحالي مع اني كثير حكيت عن فيديوهات الوظيفة ودور على وظيفة والاشياء الفيك والاشياء الفيك، ها القصة اي ثينك ضروري احكي لك اياها، وهي قصة صارت معي انا شخصيا في دولة قطر. انا زلمة الي في دولة قطر 4 سنين 4 سنين ونص مش متذكر، وعارف الاشياء المنيحه فيها وعارف الاشياء البلاوي الزرقاء فيها، وعلى هذا الاساس اطلع بحكي لك ايش تسوي ايش ما تعمل. هلا ليت لي بصراحه بقدر اقول لك انه اكلت مقلب، وهذا المقلب انا حاب احكي لك اياه عشان انت ما تاكل هذا المقلب. في يوم من الايام وانا قاعد في الشركه اجاني تلفون من صديق لي بمانجر، كيفك ابو الجواسر؟ الشركه اللي انا فيها طالبه بمانجر في بروجكت مرتب وكثير والاكسبيرينس تبعه منيحه، قال لك مصلحه. بهذا الوقت انا بصراحه كان لي مصلحه، يعني مش لشيء بس يعني لكن عن جد لكن فور ا نيو تشالنج و سالري احسن واتعرف على ناس جداد، اشتغل بروجكت جديده، بروسيجر جديده، يعني مرات بيكون التغيير هيلثي. والله رحت قعدت مع CEO تبع الشركة من الانترفيو معه على حكي وعجبته كثير من ناحية الشغل وانت حدا بروفيشنال وهو قد ايه بدك بدي هالقد اوكي دير بالك دير بالك يعني برجع بعض anyways واتفقنا وقد ايه بدك رقم بدي هالقد لا هالقد مش عارف شو المفاصل العادية تبعت كل انترفيو. وقلت له تمام انا نازل على الاردن اجازة، لما ارجع من اجازة الاردن ان شاء الله بنحكي وبداوم ثاني يوم وبلشوا لا وبدك بسرعه ومن هالحكي هاد. قلت له لا ما بزبط انا لازم انزل الاردن، نزلت على الاردن اجازه رجعت داومت معهم فعليا. اول يوم دخلت على المكتب على اساس اني عم بجهز حالي على اساس اني انا اروح على البروجكت اللي انا جاي اشتغل عليه وهو كان هيلث كير بروجكت. رحت اول يوم عم بجهز اموري على اساس اني انا اروح على البروجكت اللي انا جاي على الاتصال. اجى الجنرال مانجر حكى مع السي او قال له اساس انه في عندنا البروجكت اللي موجود في اخر الكوكب اللي 70% البيم مانجر اللي فيه راح يترك فلازم نودي حدا اوفرلاب لحتى يعمل له هاندينج اوفر وتو ريبليس. اجى حكى لي بعينك الله بدنا اياك تروح على هذا البروجكت، قلت له اوكي ما عندي مشكله يعني بس ما كنت عارف انه لهالدرجه بعيد يعني. المهم رحت وعملت اوفر هاند او هاندنج اوفر سوري وعملت الاوفرلاب المطلوب وبلشت شغل. هلا من الاشياء اللي انا كنت حاكيها من شفوف الانوار بدي اعطيه انه ما يكون في تاخير في الرواتب لانه لقيت في شركات كثير في قطع تاخرت الرواتب وقلت له ما راح انقل كفالتي او اقامتي على الشركه اول 3 شهور اللي هم البيشن بيريد اصلا، قلت انا فرصه اني انا اجرب اشوف هل راح ارتاح مع الشركه
هل ما راح ارتاح معهم؟ هل راح يكون في تاخير رواتب؟ ما راح يكون في تاخير رواتب؟ هم جماعه مناح، جماعه مناح، انت سو. الحمد لله الشركه اللي انا كنت معها قبل يعني جماعه جدا محترمين، وهو اصلا طلب مني قال لي جهاز الراتنج الكفاله، لكن انا متاكد يعني عادي بدك تروح تغير شغل ما عندي مشكله، توكل على الله سوري مستقبلك هذا، بس لا تنقل لها كفالتك، خليها علينا، ولما تتاكد مليون بالميه ان الامور تمام تعال قول لي، نقول لك الكفاله بقول لك يا دايركت. والله والله فعلا هذا اللي صار، رحت على الشغل. هلا لما بلشت احتك بالموظفين كلهم كلهم عندهم مشكله مع الشركه، كلهم بيحكوا لك الشركه كيف تاخرت الراتب، مع انه انا سي او كان يحكي لي احنا ب 15 شهر بنقبض الراتب، اذا تاخرنا بنتاخر 15 يوم. اه قد ايش شباب لكم مش قابضين؟ والله ان 3 شهور مش قابضين. اوه طيب، وما في يعني اي خلينا احكي بوادر خير انه ممكن نقبض قريبا، خليني انا اشوف اجرب يمكن انا ما يصير معي هيك. قعدت نص شهر فعليا، انا دومت ب 12 شهر. هلا لما صار واحد الشهر اللي بعده ما نزل الراتب، 2 ما نزل الراتب، 3 ما نزل الراتب. فبعت للشركه انه انا عملت حالي اهبل، انه جايز ما ادري، انا قلت كفالتي على الشركه، فوت از بروسيجر انه انا اخذ السالري تبعي وكيف حتمشي. ردوا على ايميل راح تكون باي تشيك وان شاء الله ب 15 شهر. هلا اجى 15 شهر فعليا حكوا معي قالوا لي تعال خذ الشيك تبعك، رحت اخذ الشيك تبعي واللي هو نص نص الراتب، يعني انا داومت نص شهر وهم يعطوني نص نص الشهر. وانا كنت بجمعهم على بدل ترانسبورتيشن وما كان في بدل ترانسبورتيشن، فدخلت على الاتش ار مانجر لها هيك 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 هيك، قالت اوكي اي ويل تشيك، تشكت مع المدير قال لها تعطي بدل المواصلات. هلا طيب النص الثاني راح كانه كمان 15 يوم النص الثاني للتشيك، which means اني انا قبضت نص الشهر اللي انا داومته على دفعتين، which is not good. هذا الاشي مش اشي منيح ومش هذا الاتفاق اللي انا جاي عليه. بعدين اللي صار كمان انه الشهر اللي بعد ما نزل الراتب، وانا اصلا كنت المفروض اروح على هذا البروجكت لبعيد مده اسبوع او اسبوعين بالكثير، مدت معي الاسبوع اللي بعده والاسبوع اللي بعده، كل ما احكي مع الشركه لا ما بنعرف وهينا وخلينا وكمان شوي مع بعض المهم ما نزل الراتب. وصرت اشوف انه كل واحد بيترك ما بياخذ فلوسه ولا مستحقاته مع الشركه الا لما يشكي عليهم، يعني ما يعني ما في اوبشن انك انت تترك الشغل وتاخذ راتب اللي مكسور اللي لك عندهم وتاخذ مثلا بدل اجازات اذا لك، او تاخذ مثلا نهايه خدمه اذا لك، الا طبعا في حاله انك انت رفعت وشكيت عليهم وبعدين المحامي حكى معهم او الوزاره حكت معهم بيدفعوا لك، وما بيدفعوا لك كامل بيخصموا عليك. فهي الشغله دير بالك منها كثير 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 ضروري، لانها صارت معي. هنا انا عم بحكي لك انها صارت معي، والفكره انه انا كفالتي ما كانت على الشركه، واي ثينك شوي بتغلب اكثر موضوع الشك بهذا اذا انت كفالتك مش على الشركه. ولهلا النيغوشيشن شغال انه لهلا هم ما دفعوا لي الراتب اللي مكسور. فالفكره في الموضوع انت لا تشتغل او لا تروح على شركه، وانا الفكره كمان في الموضوع ان هم كانوا اذكى مني، هم ما لحد ما انا تركت ما وقعوا عقد. دير بالك من هالشغله، توقيع العقد كثير مهم وكثير ضروري، ما وقع عقد لغايه ما انا تركت بحجه انه انت لسه ما نقلت كفاله وبدنا نوثقه وبدنا نبعته على الوزاره ولازم يكون اونلاين والى اخره، فما وقع عقد. الجوب اوفر اللي كان واصلني لما انا وقعته واعطيته للشركه هم ما وقعوا من جهتهم، ما رجعوا لي نسخه، وانا لانه بحكم اني شغلت في البروجكت اليوم بكره اليوم بكره وما اخذت الجوب اوفر، فما في اي اثبات الا الشهود اللي اذا بدي اشكي عليهم الا الشهود، فراح تطول فكرة الموضوع انك انت تشكي راح تطول. وهلا المحامي عم بيعمل نيغوشيشنز معهم انهم يدفعوا ما يدفعوا، راح يخصموا ما يخصموا، لانه هم اصلا لما حكوا معي قالوا لي اخر مكالمه، طبعا صبرت عليهم شهرين، انا اخر مكالمه كانت انه بنعطيك 50% يعني لينا، قال بنعطيك 50% من اللي لك، 50% الثاني انساهم. طبعا صرت ازغرت على التليفون، قلت لهم قعدت معهم برضه صرت ازغرت في الشركه، قلت لهم هذا الحكي مش مظبوط، وليت المحامي عم بيعمل معهم نيغوشيشن انهم يدفعوا 60% من المبلغ اللي انا which means انه انضحك علي. فانت دير بالك ما يعني ما ينضحك عليك، ما يستغلوك. انت الاشياء اللي بدك تعملها اذا بدك تروح على شركه، بدك تكتب عقد يكون في بروتيشن بيريد، بدك تكتب جوب اوفر، بدك توقعهم وهم يوقعوهم ويعطوك اياهم ويتوثق، وما تسكت على حقك يعني ما تخلي الرواتب تتاخر، سبيشلي اذا انت ما بتعرف الشركه اللي انت لسه يو ار جوينينج، يعني والله شو اي ام جوينينج لا بعرفك ولا بتعرفني، بتاخر علي 3 4 شهور في الراتب
ما في اي داعي انك انت تحمل هذا الحكي. حاول انك انت تلاقي مكان تشتغل فيه يكون بيدفع اون تايم، لو شوي اقل الراتب احسن من انه انت تكون الراتب تبعك عالي وما عم تاخده اصلا لما تيجي تصير مشاكل. كمان اسال عن الشركه كثير منيح قبل ما انت تدخل على الشركه وتشتغل معهم. ما تترك الشركه وما تنقل كفالتك عنها وما تطلع منها الا وانت ماخذ كل مستحقاتك، ولا ريال واحد يكون ضايل لك في الشركه. هاي القصه حبيت ان انا احكيها، يمكن اخذت شوي وقت في الفيديو ويمكن فيها تفاصيل شوي مرات لها ومرات ما لها، بس حبيت احكيها بكل تفاصيلها حتى الكل يكون عارف انه هذا الاشي ممكن يصير، هو فعليا صار معي. وهلا بالذات مرحله النيغوشيشن والنقاشات انه ادفعوا هالقد مش هالقد مثلا. ف اللي بدي احكي لك اياه انه في ناس عم بيروح عليها مبالغ كثير كبير، الحمد لله اللي عم بيروح عليه هو شهر واحد فقط، في ناس عم بروح عليها مبالغ كثير كبير بهذا الموضوع، فدير بالك من هاي الناحية. إن شاء الله يكون فيديو فاد حدا واحد أكيد أو أكثر. إذا شايف الفيديوهات هاي مفيدة فياريت تعمل لايك شير سبسكرايب يعني نبي النوتيفيكيشن بيل، وتدير بالك من أي شركة ممكن إنها هي تستغلها. شكرا لكم، شوفكم في الفيديو الجاي.